الحمد لله انتوا كويسين، رب تكونوا بخير. معاكم بقى رحمن جلال، بقى معاكم بقى رحمن جلال. يلا 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 بينا. بص يلا، بص يا رحمن ايه كل النبي. شوف بص اهو مستجيب، بس مفيش معايا مجوهرات كتير وفلوس كتير. اي حاجة حلوة اقول عليها، بسم الله ما شاء الله. يلا بينا كتير عشان نحسب. يلا دخلنا الجيم. يلا احنا هنوريكم فينا تهيب جديدة. يلا دي اللي حصل بسنين. يلا بينا نلعب ونكسب. يلا بص اهو بيعمل كده. هوبا اصح، عايزين نلعب بالنبتة. لو جربتهم يا جماعة وهوريكم بتلعبوا ازاي، وهنزل لكم اللينك لكم مابت التأكيد. بس لو جيت تهكرها تعملها كده مش هينفع، لازم تهكرها بس بالسوق، بس تدفع بجنيه واحد، تدفع بكوين واحد اللي هو زي جنيه يعني، زي تدفع جنيه. واو 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 يلا 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 يلا. في بقى ليفلات بقى تحطها تدخلها هنا. والله العظيم بصوا شايفين، بص احنا اغنياء جدا. بابا احنا جوالات وحاجات كده. بص انا اوريكم بقى، يلا بينا نلعب نكسب. بص تعالى نخرج من هنا، الدور ده يلا خد كده رخم. يلا 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 اوريكم بقية النبتة، انتوا مشفتوهاش اساسا. استنى عمال البتاع ده عمال يحمل 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 يحمل. يلا يلا بينا يا جماعة. يلا ايه ده، فين خليه هنا. يلا في البيتين. يلا يلا الدور. يلا الدور رقم 6. اوريكم بقى النبتة، كل النبتة اوريها لكم، شوفوا ما تتخيلوا. يلا لو شايفه بص اللون ده اتغير اللون بتاعه، لكن اللون للاسف. يلا ننزل. ايه ده، اول نبتة جديدة اهو. شايف بص اناناس اهو، لكن ده انا وريتها لكم اهو. فرق ايه اللي عمل لي في الجزء الاول ده اللي انتوا عارفينه ده اللي في الزومبي في... واو الشوك التلجي اهو، ودي ودي وردة الساحرة. دي الساحرة، دي الوردة الساحرة اللي هي تضربهم كده ويرجعوا لورا اللي هنا. يلا في جديد بقى. واو 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 واو. بص في ده وفي ده، بسم الله ما شاء الله، دول جمال خالص. اهو الشجرة دي، ايه ده، دي في وردة. استنى استنى صح، في حاجات لازم نشيلها، في حاجات شمس شمس ولا ايه صح. دي كو يلا ده بوكس. يلا عامل ده، يلا اختار ده، بعدها الطبق العوامة. يلا اختار الطبق صح. شوف ايه عادي، ممكن ينفع البحر عادي. واو شايف اهو نفس الحركة بالظبط. يلا صح ما ينفعش. بص احنا نحدف عليه،
بص احنا هنهزقه كمان. طب اهو شايف، بص واو ده جامد جدا. بص بيطلع دي ايه ده، فرايح خالص اهو. في هنا في المية ده كمان، رايكم ايه رايك بقى لو تتفرج على الفيديو؟ ده تلاته خالص. يلا صح، انت الطبق بصوا يا جدعان تجي تجي ده ده بص واو ده واخد تقليد السلام. ايه ده بيقلده بالظبط. قتلهم كلهم. لا 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 دي دوشة بس عادي. لا دي حاجة اتفرقعت. لا 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 دي البالونة بتاعتي اتفرقعت عادي مش مشكلة. يلا بص بص اهو اهو حطيناه، نقفه عند حد ونثبته، ثبته عند حد. ثبته عند حد يلا اوقفه عند حد يلا. بص واو ده جامد جدا الفرقية ده. بص طب يطلع قد ايه ده كتير جدا. بص طب والله طيب جدا، طب والله العظيم بيقتل كل الزومبي ده. لسه نبتة تانية هنجربها. بص اوبا اهو كل بتاع ده. احنا نوقفه عند حد ونسيبه. يلا بينا نلعب دور جديد. يلا نلعب النبتة الجداد خالص الأول مرة ينزلوها هنا. يلا والله النباتات دي جامدة جدا، والله حلوة النباتات دي. شوف بص في وردة التلج شكلها اتغير خالص. بص وليه هي دي شكلها اتغير زي لو شجرة، بس دي مختفية اساسا مش باينة في بشها ليه. توم وجيري توم وجيري. شوف بص ده جيري ده بروكي الحاجات دي عارفينها. بص احنا هنجرب ده وده 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 وده. احنا جربنا هنجرب 9 حاجات. يلا يلا بينا نجربهم دلوقتي. يلا بعدين هنجرب الاناناس اللي عمال يحدفهم ده، عصير الاناناس ده. يلا فكرت الاناناس بالعصير. يلا فين 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 ايوه عايزين نلعب كل لعبة. بص هنختار الدور رقم 2 ده دخلنا فيه. يلا يلا مش مهم. يلا صح مش لازم ده. البتاع دي انا عارفها عارفها طبعا، قمت دي جربتها معاكم قبل كده. يلا طب نشيلها بنشيلها دي جربنا معاكم قبل كده. يلا شايفين بص احنا هنختار ده رأيكم. لا ده احنا عارفين مجربينه. يلا نجرب الجديد. يلا والدور اللي جاي هنختار ده وده هما دولت.
والله عايزين بيحاربوا الزومبي والله، والله صدقوني مش بيحاربوا ازاي ادي والله. بص 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 طب وكده بص 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 يلا يضرب شايفين بصوا يلا بينا يلا الكهرباء كهربهم يعني الكهرباء كهربهم بايش شايفين بصوا شايفين بصوا ده شايفين ده اهو بو ده بيطير ما ادري بص والله يا جماعة بصوا شايفين بصوا بيعملوا ايه ايوه ايوه والله الله اديهم كهربا الكهربا اللي دمعت كله بص بص الله كسبنا ده بيكسبوا حاجات كتيرة لو كان عندي حاجات كنت قلت اعمل بص ندخل الدور اللي بعده الدور ده صح لازم اخرج منه يلا بينا بص ده كهربا حتة كهربا ده كهربهم يلا يلا اديله كهربا كمان وكمان يلا عايزين كهربا يموت الزومبي عندي لازم يموت طبعا ما يعيش والله كل الدور ده يلا بينا ثانية كده ثانية واحدة دخلنا الدور ده شايف بص شايف البتاع دي ابو 500 ده اول هنختار زي ما وعدتكم مش بخلي فاضي انا هختار لكم العصير فين 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 فين, فين. اقول اللي عمال يهدف ده اقول لكم يا جماعه عمري ما عمل اي حاجه عشان اقول لكم بص احنا جبنا البتاع ده بعديها بص ضرب يضرب ضربه خدنا طار الشوك يلا يلا بقى نختار الفول السوداني ده دي نختار فين 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 بوش. لا سيبك من الفول السوداني يلا سيبنا من هنا ونختار ده عشان قلتلكم يا جماعة قلتلكم ان احنا هنلعب البتاع ده يلا بينا بوش. شايفين كده كده يا جماعة بص واو واو والله روعة تحفة جدا بص بص بيعمل صوت بص ده بيحبس ازاي اهو اهو ايوه حدف وديه يلا اديله وهدفه اصحى يلا بينا شايفين بصوا اهو بص ايوه شايفين بصوا بص ده بص بص بيعمل قد ايه بس يقعد يقول ايه ايه ده تعوي يجوم تعوي ضرب الصوت الجامد ده
دلوقتي يا جماعة، دلوقتي بقى يا جماعة، بص ده كان حد كان بص كده مش مهم، يلا بص واو ده عمل في قد ايه ده، شايفين بص او جبنا له لبس وحاجات كده، بص ده كهرباء عظيم جدا، ده ايه ده، يلا يلا اوصل يطلع خالص، شايفين بص يا بص يا جماعة، اصح اصح خد كده اكون خلصنا الفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك سبسكرايب عشان يوصل معاكم كل جديد، وعلى قولنا في التعليقات. سلام.